هلا كلياتنا بنعرف انه القراءه جدا مهمه وانه العلم نور والجهل ظلام، لكن سبحان الله فينا طبع صاير وكسل هاي الايام بشكل مو طبيعي، لدرجه انه ما عم نقرا، ما عم نحاول نتثقف، بس مجرد حشي 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 شغلات على الفاضي. ما بعرف ليش جاني هذا الكلام احكيه، لكن لانه صارت معي شغله. اوكي، امبارح قاعد عم اجهز لحلقه اليوم، اشوف شو بدي اسوي، شو بدي اعمل، شو بدي روج، شو بدي كذا. يا جماعه فتحت لكم الكتاب تبع بقنيشيا، تمام، لقيت المود مشروح كامل جوا هذا الكتاب، حرفيا المود مشروح كامل جوا هذا الكتاب. ادينا الصورات لازم نروضها، الشغلات اللي لازم نعملها، كل اشي موجود في هذا الكتاب. فعن جد عن جد عن جد نحن لو نحاول اذا بدنا شغلة نقرأ عنها احسن ما نشوف بكون احسن. طيب اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أرصاد الوحوش. بسم الله نبدأ. اوكي يا جماعة الخير، خلوني احكي لكم ايش قصدي بالكتاب تبع قنيشة. طبعا وصلنا الى رقم 35 في عدد الموتات. نقرا الكتاب، نفتح الكتاب، تمام. اوكي هلا انا ليش اوكي لا واقف ممكن، ايوه. على كل حال نزلنا ونزلنا، خلوني اوريكم هاي ما ادري ايش بتسوي، ما بعرف، لكن بتنزل لي ورد، وهذا الورد جدا اسطوري وحلو، ما ادري، بس خلي ما عندي مشكلة. هاي what is this؟ بدو رمتن، تعال تعال، جيتو الله جابك، جيتو الله جابك. فايب يا جماعة بالكتاب حرفيا مذكور كل اشي، حرفيا مذكور كل شي بالتفصيل. تعرفوا ايش يعني بالتفصيل؟ يعني التيرات وكل ديناصور شو بياكل وشو بيعمل دروب. ايوه والله جيبه مليونين، لا والله مو هو المليونين. اوكي ناتان غريت، اوكي ما عندي مشكله، بستناك. والله غريب بيسوي شغلات شكله غريبه. اوه فول باك نوت باك او بيك. اوه طيب طيب يلا جوع جوع خير، شوع شكله مثل بارينكس وهيك شغله. فيب اللي استنتجته اني لازم اروض هلا من ديناصورات البرايم، لازم اقتل ديناصورات اللي هن كوربتد، تمام، لانه كل ديناصور من ديناصورات الكوربتد طلع بيفتح لي شيء من التك، تمام. فهذا الشيء عن جد يعني انا ما كنت ادري عنه، اوكي، بس لازم نقرا عن جد يا جماعه، عن جد والله القراءه كثير منيحه. فيب يعني طلعت لي المعلومه بالصدفه عن جد، يعني استغربت انه معقول انه انا ما منتبه عليها. طيب انت ممكن يعني جعت وبعدين خيو خليك هون، خليك هون، ما لنا شغل فيك. أول إشي ناخذ معانا الجيجا الأسطوري لأنه ممكن نحتاج نقتل فيه أشياء. وثاني إشي الجريفن. طبعًا الجريفن أنا أعطيته إمبرنت، والله ممتاز، بس ما تلفل ماكس بتصدوه. على كل حال خلي من لفلو ماكس هلا شوي تاني، وبدنا نطلع إيش؟ على فكرة أنا لست تحت المائي. اوكي اوكي ما عليه، ما في مشكله، محسب انه انا تحت المي، بس جريفن بهالمنطقه بيسوي هيك. فايب اليوم حاطط في بالي ديناصور بدي اروضه، بدنا نروح نقتل ديناصورات كوربتد، وبدنا نروض ديناصور او ديناصورين، في اثنين في بالي، تمام. واحد منه عامل له هون اشاره، الثاني هلا بدنا نعمل له اشاره اللي هو البرايم سباينو. عم يقولوا بالكتاب انه هيفي دمج، يعني قوه اسطوريه، فلح نروضه ولح نروض الديناصور اللي حاطينه اليوم، لانه شفت شكله في الماب، ففورا عملت له سيف على الجهاز تبع البحث لانه ضروري نروضه، يعني والله ضروري نروضه. وصح على سالفه الكبلات، طلعت يعني اغلب الديناصورات ما بتحتاج كبلات الا كبلات خاصه، فيب رح نبلش نبدا بكبلات المودات الكبيره ان شاء الله من الحلقه القادمه. فخلونا نشوف هون البرايمل، اوكي عندنا هون البريميتيف، شايفين بريميفال اسمه، هدول هذا التير اللي هن بوسات بنقتلهم بيعطونا اسنس،
بس لما يعطونا دودو ريكس اسنس دراجون اسنس هدول بناخذهم بنسوي فيهم بوسات، فكمان لازم نقتلهم هدول. لكن في البدايه لازم نجيب شغلات اسطوريه، فخلونا نجيب سباينو 1568 الرائع جدا. لكن مكانك ابو كلب، بس ما علينا. خلونا اول شيء نروح نجيب ديناصورنا الاسطوري 580، ما عندنا اي مشكله بزاويه الماب بنهايه الماب. فيب نقول بسم الله وننطلق ونروح. اساسا لازم نطلع لبرا لانه في شغله منهم بده يسويها. لا 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 دخلت على البيت يلا. اوكي افترض انه هذا صار ماكس ليفل. والله حتى لهلا ما صار ماكس ليفل. تعال نقتل هاد بركي بصير ماكس ليفل. السلام عليكم. في حدا قتلته هون؟ مين؟ سبوكي. قتلت سبوكي كان عم يصور. امه جد جد كان بيصور. قتلت الجريفن تبعه انا. والله ما ادري. اصبر 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 يا حمار، اصبر يا غبي. لا لا انا ما قتلته بس ما كان مصور. ما اتوقع انه موجود اساسا في السيرفر. اوكي 900 حلو، 900000 والله رائع. بس هذول نازلين يذبحوا ببوس، ليش ما انزل اشاركهم؟ والله تعال يا شيخ. طاب الموت يا عرب. شوف جيجا جيجا تعال تعال فزع تعال بسرعة. جيتكم جيتكم بالفزعة. ايوه قتلته بس ما ادري ايش صار، ما ادري ايش عطاني. السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا. جيب جيب جيب. والله هذول انا اساسا مفسخ وما عندي شيء البسه. باور ستون جيب. والله نايس يا عمي جيب هذول وبس. وينهم؟ صحيح على طاري هدول الحوريات شايفينهم هنيك قاعدين عم يصرخوا يبكوا بتروضوا وبسف. بس المشكله انه مو دائما يعني مو دائما بيكونوا رغبانين انه يتروضوا على يعني على حكي صاحب المود انهم بتروضوا هيك. اذا بيحبوا يتروضوا بيتروضوا، ما بيحبوا ما بيتروضوا. الله المستعان. صح انا ما جبت معي سكوربيون، ويفترض انه كان اجيب معي سكوربيون لانه ممكن يكون التوربر تبعه عالي فراح يعذبنا. لكن بنقول يا رب. ايوه ايش فيناها؟ ايوه يعني 500000 اوكي يعني نوت باد بس والله عالي يعني. اوه ده والله ما يمديني اساسا اروضه، اساسا ما يمديني اروضه. الطيب جي اي او جي اي او هذا هو. بدنا بيض وبدنا اوحاا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 
حبيبي راح يقلب وجهك وغني بعيد. يلا حلو، بس خلونا ننزل هون شوي بدي اورجيكم اشي انا اول مره بعرفه. تمام، شايفين هاي اللي حامله بايدي بدي احطها هلا؟ اذا بحطها هون اوكي، اللي بصير انه اول اشي خلونا ناخذ هذا الجريفن عشان ما يقلتش هلا. هلا وجريفيني، تعال تعال يا ولد. اي بس شوفوا هاد يا جماعة، إذا بشغله رح يعمل لي قبة، هاي القبة ما يمديني أطلع منها. تخيل ما يمديني أطلع منها. يب لبعد 45 دقيقة، قولوا بقدر أعمل لها دي أكتف يعني إنه أطفيها، بس هاي مسوينها خصيصا للبوسات، اللي دخل جواتها ما يقدر يطلع أبدا الا حتى انا اطفيها، وحتى ما بتنكسر لانه هيلثها 150 مليون. تمام، فوالله مره رهيبه، رح تفيدنا جدا بالبوسات. بنقدر نحط نحطها فورا، فرح اخليها دائما بشنطتي، بنقدر نحطها فورا ونمسح بس البوس بالفقر. خلاص يعني ما عاد في مهرب للبوس، يعني يفتر ويدور ويطير ويروح ويجي. طيب خلونا نجيب السباينو، اذا شفنا شيء ثاني على طريقنا بنجيبه، لانه هذا طلع بده شغل والله لازم نشتغل عليهم. المشكلة انه هدول في لهم ديناصورات صغار لازم نروضهم عشان يجيبوا لنا البيض، مشان من هون نقدر نسوي الكبلات الثانية. فهوسي شوي. طيب تعال سباينو حبيبي.
يا رب تبيض لي وشي وما تكون ضعيف، لانه كاتبين عنك بالكتاب انك قوي، فبليز يعني بليز. بس المشكله شو بياكل؟ اهلا، نايم تحت. اوكي اوكي مو مشكله، بس فينا حبوس. المشكله انه فينا حبوس. قولوا هذا البوس ايزي. هذا البوس ايزي، بس هو ينام. نام نايس. اساسا اتوقع انه ما حدا بيقرب عليه بيقتله، فلازم نروح نقتل انشنت. لازم نروح نقتل انشنت. يب اوكي نايس. هون في واحد ممتاز. تعال تعال يا حبيبي. يلا جيجا انت لها. خلاص اخذناها. هذا اللي قتلناه البرايم. والله حرام والله حرام. شوف بيعطيني برايم ميت. هاي البرايم ميت كمان بتفيدني، والبرايم هايد بفيدني. جيب جيبهم كلهم هذول. الله اصبر اصبر اصبر. ولك ولك اخذته. هي خطه هسه. تعالي. ايش هذا؟ تشيتن بياكل، بياكل تشيتن. اسمه برو هارو مدري ايش. اوكي والله روضه. بده سيمبل كبل اثنين. اوكي ايزي ايزي. كم لفلو هذا؟ 400 اتوقع. ملاي احسن. والله قوي. اح والله قوي والله قوي. اصبر لازم اطلع انا انظف عشان ادخل اروض. هيك ما يمشي الحال. ممكن تفتحوا لي طريق يا شباب لو سمحتوا يا شباب. ايوه صباح الخير. لا 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 لا. من انت؟ تعال حبيبي بس. تعال انت كمان. تعال تعال. لا لا لا. ولك ولك حيوان بلعني. نزلي تطلع. والله بلعني. اوح ما اقدر اعضه. اي يا كلب. اوه نزلي تحت المي. يا افلت ولك افلت. وين السباينة تبعي يكون مات؟ الله لا يوفقك اذا قتلته. الله لا يوفقك اذا قتلته. ماكس سيفن كان. تعال لك. تعال تعال. ايش هذا؟ شكرا شكرا شكرا. لا شكرا على وين جيب. خلاص خلاص ممكن. هاي سباينة. معلش اضربه. الله يستر عليك بعد. روح روح الله يستر عليك. ليكوا المي هون انتو. احا ايش سويت انا بالمي هون؟ الو والله حمرت المي تحمير. تعال تعال والله انت بحتاجك. تعال وين وين السباينة تبعي؟ هذا هو؟ لا هذاك صح؟ لا ايوه تحت سباينة تبعي. يا هلا ولك. اطلع اطلع يا ولد. شلونك؟ هاي تدري بيكم رح تجوني هسه. فهذا خايف البيرانا. والله البيرانا مصيبة. والله هذا بيسمع الجيجا مزبوط. ايوه لا حدا يجينا. بسم الله. اه بس بقلب الجيجا. الجيجا انعمل انه. طيب اعطيه وحده. هلا بالجيجا بالسباينا. شوف 11 مليون. والله البرايم رح يكونوا مره خرافيين شكلهم. هاي صباح. شكله رح يكونوا اقوى من جلاتشا. والله والله البرايم شكله رح يكونوا اقوى من جلاتشا. شوف هذا برايم كاركنوس. اصبر اصبر يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عصبي. طول بالك
لا اصبر اصبر خليني اخذه بس بس ايوه والله بيتي لك يا كلب. لا ايوه ايوه ستة ستة هاي هاي ابعد جربوع اصبر اصبر لا 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 اصبر اصبر نروح على البيت ونرجع نجيب ال ابو التخدير اي منيح عملنا تليبورت هون. طيب يا جماعة خلينا نسوي سد للسباينو يكون ماكس ليفل افضل ونطلع نجربه. اوكي تعال عزيزي سباينو. وات هاك لا صرفنا عليك موارد تاخذ اخر شيء بيطلع لك سد الخاص. يا حرام والله يا حرام سباينو والله الو والله الو سدل والله الو سدل بده 3000 برايم هايد. اوكي زين موجودين بس ما لحق يجينا نطوره يلا مو مشكله. اوكي اقول له 75 ارمره بس والله قهرني يعني هذاك ليش ما يركب عليه كل الديناصورات الها ما الها سدلات الا البرايم سمعينه يعني حبكت تعال هذا كم هلن والله خرافي واقف على رجليه اللي انا واقف الو ايش بسوي بطلع شغلات صح اي والله بطلع شغلات اصبر 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 هذا حيطلع منه اشي جبار صوت مشي ده مشي دقيقه تدرون بس المفروض انه يوقف والله ما هو راضي يوقف على رجليه بس اوكي خذونا برا خذونا لبرا الاول حالتين كان الجيجا اقوى منه بس اوكي ممكن يجي منه هذا نشوف كم بعد التلبيل الكامل كيف راح يجي وصح هو اخذ ماكس طفرات يبقى اخذ ماكس طيب المفروض جانا الفلات طيب حلو نعطيه امبرنت الله يخليه معاه ونعطيه هدول الفلات 47 كيلو بالدمج ماكس روح نقتل البرونتو عمو عمو برونتو اوكي 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 في منه امل السلام عليكم ارجيز توقف هاولك صح نشوف دمجه بالماي بيفرق اوكي ما بيفرق كانه حلو 88 اتوقع انه بيلف في الماكس اوكي لسه في عنده خم شو اسمه والله صار 26 مليون ترى مره اسطوري مره بطل طيب خلونا نعطيه الامبرنت كم بصير 40 مليون فاير سبايك اوكي بيعطي فاير سبايك طيب مو مشكلة نروح نشغل بسم الله اهلا والله نايس مليونين صحيح ذاك 6 مليون الجيجا بس سباينو هذا بالاخير بس عم يقولوا انه هذا بيعطي سبايك بس ايش قصدهم بالسبايك معناتها اوه اصبر هات لك شيء قوي هات لك هات لك هات لك هات لك شيء قوي يا بنت خذي دي يا ويلي والله السبايك مره رهيبه اوكي في بوس هون ايش هو من انت خد ايش هذا السي بي انا متخانقوا اول تعالوا بس هذا والله هذا قوي كملته يا ولد ورجيني حالك والله طوشنا طوشة يلا مو مشكلة منلفل عليه اعتقد في عندي اربع لفلات جيبه كأنه انت ما بتضرب ولا شو وسطك ممكن اشوف وشك اوكي ما اعطاني شيء ابو كلب خلينا ندورنا على اشي كربتن اوكي انا فايت فوتة وسخة كثير بس هون
هون في قرارة الجيجا. هذا الجيجا المفروض اذا قتلته افتح لي تك. تعال تعال خذ لنشوف الشوك كم يا اخي. اوكي 400,000 الشوك، والله رهيب والله رهيب، هو قوي جدا. اوكي ما ادري ايش تعلمت، بس المفروض يا حبيبي ابعد، بس المفروض انه يعطيني هذا يا حبيبي. هلا بتقتلوني والله، المفروض يفتح لي تمام، بس ما فتح لي ما ادري ليش، بس اعطاني شغلات حلوه والله والله اعطاني شغلات حلوه جيبها. اوكي هاد يفترض انه يا ولد تعال تعال شبك معصب، ايش اخذ؟ راح ياكل جوعان. شوف هذا بتروض كاتبين. يا الله يا مغثك. اوكي في 616 بس مكانه كمان سيء، مكانه جدا سيء ولازم لا، والاحرى انه لازم ننزل له هيلثه حتى يمدينا الهوض. اخاف اذا نزلته لتحت اهلا شوف ايش سوى، شوفوا ايش سوى. ممكن بس تفتح عندك الدور بسرعة؟ ممكن؟ هاي انت روح اطلع فوق اطلع. اهلا اسف اسف والله اسف، اصبر جايك. وينك بلي؟ لا 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 طير طير. ايوه ناكلنا هو. وبعدين معك مطول. والله مطول الحكايه شكلها ما والله طول. ايوه فتحوا اخيرا. اعطيه ضربة ثانية الاحتياط عشان ما يرجع هي. لا 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 يا ربو يا ربو، حظي انا ليش هيك؟ جنجل جنجل جنجل، لا حول ولا قوة الا بالله. راح فيا الولا. اخيرا الحمد لله الامور بخير. جيب جيب الطلقات 700,000. اوكي ايزي ايش والله اصبر، بما انه معي ومعي ليش ما انزل له سكوربيون ننهي الموضوع بضربة واحدة بس. نوم بس بس تريح، نروح نجيب له شو اسمه خضار ونجي، او كبل ايش بياكل؟ سيمبل كبل. اوكي لا والله اكستندري وين دينا الطاقة. اوكي وين رحت؟ تعال ما لهم ديني اسوي لك كبل، لازم احط الرابتر الثاني على التزاوج والله. بس حلو بياكل حلو، بس عم تنزل والله افكتنس، عم تنزل عم تنزل. اوه شيت اوكي لازم نسوي لهم كبلات مال الشاي. هاي السلام عليكم. والله دايم الشكل خرافي بربي. اوكي 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 والله متحمس اجربه، حتى هيلثه مرة عالي، حتى هذا اللي تحت هون شايفينه هذا البزر جاي عبالي اجربه، بس الحلقة الجاية ان شاء الله. اوكي 90% والله خسرنا والله خسرنا الفلات منيح، بس اتس اوكي. كم صار هذا الاشياء؟ اوكي 148 اختلف، ان شاء الله خسرنا كتير والله خسرنا كتير مع الاسف. اوكي هلا والله هلا والله ليكون فيرست بيرسون كيف؟ دايم اوكي اوكي بسم الله نجرب دمج مبدئي كم راح يكون؟
اوه لن هي ضربة واحدة والله والله هي ضربة واحدة يا جماعة. شوفوا 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 ضربة واحدة بثلاث ضربات حلو. طيب كليك يمين كليك يمين بيرفس. شوف شوف بيرفسه وبيعطيه هذول النار. اوه سي ايوه ايش بتسوي السي؟ اوكي فكرت بتخدر او بتعطيه ستان بس لا خدرت ولا اجا ستان. طيب اكس ايوه ايوه هون الشغل هون اكل ستان. شفتوا ايش سوت الاكس؟ طلع اوكي كول داون اوكي طيب كيو حلو في كيو هايني تعال تعال نجرب الكيو عليك. ايوه والله نايس. طيب كليك ار حلو 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 والله في كل الحركات. او ما في جي ما في اوكي والله رهيب. شوف لازم انت هذا البرونتو عشان نقدر نلفل. حلو ماكس ليفل ما عندي امبرنت صح؟ نقدر نسويها ام امبرنت. اوكي لازم نرجع البيت بدنا متى. نعطيه هسه 25 ليفل. اوكي صار هيلث 19 مليون. والله شوفوا مع الامبرنتيك راح يكون ممتاز. خلينا نعطيه الباقي دمج عشان نستغل الدمج. نروح على البيت نرجع سريع سريع. اوكي والله بدي اجرب دمجه قبل. مليون و800 ثلاث ضربات حسبوها. مليون و300 على ثلاث ضربات ها. والله نايم. طيب هاي الرفسه كم صارت؟ اصبر. اوكي السبام حلو 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 السبام تغير حلو حلو زاد. كليك يمين كليك يمين. طيب كم صارت؟ مليونين. والله نايس والله نايس. طيب حركة الكيو اللي هي قوية بالله ايش حيسوي فيها؟ لا مو الكيو القوية اصبر الار اتوقع. لا والله لا والله اصبر في حركة اكس يب. ندفت ام المنطقة يا شباب والله ندفت ام المنطقة. تعال بس القم يا شيخ انا خايف ادمر بيت سبوكي نسيت امره والله. طيب خذ لك امبرنت يا حبيبي تفضل. حلو قبل الامبرنت صار 29 مليون نايس. هسه روح جرب اسبح. ايوه روح يلا اوكي بسم الله. كليك اليمين كليك عادي صار 3 ملايين 3 ملايين 3 ملايين 3 ونص 3 ونص 3 ونص. طيب كليك يسار اوح اوح والله خرافي صار تيم. طيب بالله عليكم بدي اجرب حركة الاكس اشوف ايش ذا دومينوس ريكس. نجرب حركة الاكس هون. ايه ايه يا شيخ اعطيها اعطيها. مات الاندومينوس مات الاندومينوس والله دايم والله دايم والله دايم والله دايم. يا اخي خرافي هذا والله اذا بيموت علي لا اموت قهر. شوف شوف جي جي بس ابعد ما في ابعد حبيبي. جيبوا لي جيبوا لي مجموعه نعطيهم حركه الاكس المره بتجيبوا لي. عطها اكس عطها اكس يا عزيزي. نتفتهم اسكت بس اصبر بس يروح هذا. تعال تعال ايش صار؟ عشواربكم صديقي انت تفهم صديقي صديقي انت تفهم اتوقع انك نتفتهم يعني والله نتف نصهم. يب ايش مالك؟ اعطيهم اكس يلا خلوني اعرف حدودهم.
يلا بس تعال دقوم وانت كمان. والله يا جماعة رهيب، والله يا جماعة خرافي، والله بشكل لا يوصف. ما تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات عنه، وهل برأيكم انه ممكن نحصل ليفل اعلى منه؟ واذا سويناه ماكس ليفل كم ممكن يصير دمجه؟ والله احس انه بيجي. اوكي اعطاني ستان نايس. تعال بس دولي. اوكي يا جماعة، يب اتوقع اني وصلت لنهاية حلقتي اليوم. اتمنى تكون عجبتكم، استفدت فيها، هذا الاسطوري عن جد اسطوري. وبس اشوفكم ان شاء الله في حلقات تانية، والقادم افضل واروع. وبس اشوفكم على خير، سلام عليكم.